السادس: ادعو بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. وهذه من الدعوات الجامعات الكاملات، ويغتنم الدعاء به في سائر الأوقات. وفي كتاب عوالي اللآلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في كافة الأوقات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك،
ومن اليقين ما يهون ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.